يرحمه ان يحط نفسه بعد 3 ساعات وطى على ركبه. افتح المايك بقى. وطى على ركبه وقعد، لما لقى الدنيا ضلمه عدى شاب من قدام منه قال له لو سمحت اديني كشاف ابص هنا. اداله الكشاف، لقى الشباشب عايمه على وش الميه. سبحان الله. فقال له نادي اهل اللي قاعدين بيصوتوا دول. ايوه. فعمته جريت وسته جريوا على الشباشب. ايوه. فقالوا ده شبشب عبده وشبشب ساندي. العيال هنا قعدوا طبعا يصرخوا. في واحد شاب من عندنا وطى عمل ايده كده. عبد الرحمن العشاشه. ده ابني. الله يرحمه. ده عايز اقول لك ان هو كان اكبر من سنه، كان بيتكلم اكبر من سنه، كان بيتكلم ويقعد يتكلم حاجه جميله. يعني لما يتكلم باباه يقول له انا هجوز اخواتي قبل انا ما اتجوز، انا هقف معاك يا بابا. ابوه وحيد الله يرحمه، على 4 بنات، وهو برضو وحيد على 4 بنات. سبحان الله. يعني كان بيتكلم كلام ما كنتش انت اصلا تتخيله. سبحان الله. كان يجري على سبته يقول لها يا تيتا انا هكلم بابا، انا بابا هشتغل معايا، انا هقف معاه، انا هساعده في اخواتي. سبحان الله. حتى الناس زي ما بتقول عليه اللي هو سابق سنه ده ابن موت. يعني الله. عايز اقول لك ان حافظ القران ما شاء الله، حافظ الفاتحه وحافظ قل الله احد، حافظ ايات كتيره حافظها. يعني سن 4 سنين حافظ كلام ربنا. انا ابني لو في حاجه زي دي وخد باله منها انا عمره ما هيروح ناحيتها عمره. لانه ذكي جدا جدا فوق ما تخيل، ان هو عمره ما هيروح ناحيه الحته دي. لان احنا كلنا قاعدين في الشارع. اخواته كلهم في الشارع. عبد الرحمن ده من سن 3 سنين واقل من كده وهو في الشارع. لما يجي واحد يقول ده اهمال من الام والاب، ده ايه؟ كيف يا نار الام والاب؟ يعني احنا عايزين نقول لهم ايه؟ احنا عايزه اقول لهم بس في ملحوظه. انا معايا البلاعه بقالها مده طويله، يعني اهمال اهمال صعب جدا. بلغنا يعني شهور وسنين، ده كتير. بلغنا حضرتك قلتي اخو ساندي هو اللي موجود هنا في الاستوديو. طب هاتوا يا جماعه.